بدأ الأمر منذ عدة سنوات بقرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدر بمليون جنيه لمشروع شركة التصدير الذي توسع فيما بعد ليصبح مصنع لغربلة وتصدير المواد العطرية والطبية، كما أوضح لنا المهندس هاني صاحب المصنع. سنة 2013 حبيت أن ناخد الخطوة الكبيرة دي أن احنا نعمل مصنع كبير وشركة تكون متخصصة أكتر في الأورجانيك بالذات. لما بدأنا فيه طبعا كان موضوع صعب شوية في البداية، بس فعلا يعني موضوع مثمر، وبرغم من صعوبته إلا أنه هو موجود. مصر فيها منتجات عضوية أورجانيك تصلح للتصدير للخارج، مطلوبة جدا على مستوى العالم كله. ورث المهندس هاني المهنة عن أجداده لتشترك معه زوجته وفاء في المصنع، ويقوم بتطوير العمل لمواد طبية وعطرية بمواصفات عالمية ليصدروا منتجاتهم إلى ألمانيا، والتي بدورها تصدرها لباقي الدول الأوروبية. هو الموضوع بدأ معايا مع جهاز تنمية المشروعات في البداية خالص لما كنا مؤسسين شركة. احنا أسسنا الشركة على أساس أنها شركة تصدير، وساعتها كنا احنا محتاجين تمويل عشان احنا نقدر نقوم بالعمليات يعني تمويل العمليات التصديرية. خدنا ساعتها تقريبا مليون جنيه وبدأنا ان احنا نشتغل. الحمد لله الموضوع كان ماشي كويس جدا. كان ساعتها قدامنا فرصة ان احنا ناخد قطعة ارض في المنطقة الصناعية، فاخدنا قطعة اللي هي 4000 متر اللي هي احنا موجودين فيها دلوقتي، بقت المصنع ده. قعدنا 3 سنين عشان نعمل المصنع الحمد لله، وبعد كده احتاجنا مكن برضو، اتجهنا تاني للجهاز وخدنا تمويل معدات، جبنا بيه مكن يمكن اللي اتصورنا التانية قدامها دي مكنة مستوردة من صربيا، وفي خطوط انتاج تانية بعضها محلي. جينا بعد كده طبعا الحمد لله، وخصوصا لما بدأنا نتعمق أكتر في موضوع الأورجانيك بدأت الطلبات تزيد. يعني احنا السنة دي تعتبر 2018 هي السنة اللي احنا قدرنا فيها ان يبقى الحجم الأكبر من حجم صادراتنا أورجانيك. يعني احنا السنة دي عدينا 50%. فطبعا احتاجنا تمويل تاني من بعد ما سددنا الأولاني من جهاز المشروعات، وبصراحة الحمد لله يعني برضو حصلنا عليه السنة دي. فده كانت العلاقة اللي بيننا وبين جهاز تنمية المشروعات في التمويل اللي كان دايما معنا بصراحة من البداية. تشتهر مدينة بني سويف بكونها مدينة زراعية، وتحمل أندر وأجود الزهرات كزهرة البابونج، والذي يصدرها مصنع الزوجين دعما من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.